نتنياهو لما كان في نيويورك كانوا طلبوا منه انه يوافق على الضربة دي، وهو فعلا وافق على الضربة دي. نتنياهو بيتعهد امام الامم المتحدة كان في اليومين اللي فاتوا بمواصلة القتال حتى تحقيق النصر الكامل، ووفود دبلوماسية كانت بتغادر احباء القاعة اثناء خطابه. زي ما حضراتكم شايفين الصورة مبينة الحتة السوداء والحتة الخضراء. هم قال لهم احنا مع حلفائنا هنعمل خط الحديد، السكة الحديد ده، لكن الناس الشريرة السودة دي هي دي اللي واقفة في طريقنا. بص وانا هعمل وانا سوي. الا ان الناس سابته زي ما هنشوف الفيديو كده، سابته ومشيت. هو ركز على موقف بلاده من ايران وانها تشكل تهديدات للمنطقة، وقضية التطبيع مع السعودية، وان هجمات 7 اكتوبر ادت الى اعاقة التطور. احنا قربنا نقول هابي بيرث داي سنة وناس بتموت وناس راحت وناس اتهجرت، وهو لسه شغال. هو لسه شغال، سيب القاع وامشي، اشجب، ندد، حل ونقول، لكن في حاجه بتتغير؟ nothing. قال نتنياهو جئت الى هنا لتوضيح الحقائق، وهي ان اسرائيل تطوق الى السلام. يا سلام. وتصنع السلام من جديد، موجها رسالة إلى حركة حماس بخصوص الرهائن، وقال فيها افرجوا عنهم. ده كان كلامه. في فيديو نزلته برضو إسرائيل وهي حتى صور الناس بتوع حزب الله زي حجارة الدومينو كده، وبتوقعهم واحد ورا التاني لحد ما وصلت للكبير. بيظهر فيه اغتيال جميع قادة حزب الله اللبناني، تباعا آخرهم كان حسن نصر الله. أحبائي، كتير من اللبنانيين بيقولوا إن إسرائيل ما عملتش فيهم اللي عمله حزب الله فيهم، وعشان كده في ناس كتير سعيدة باللي حصل ده. حزب الله بهدل المنطقة دي، ذراع إيران، بس واضح إنهم يعني قلعوا الكم ده عشان يلبسوا كم تاني. الناس بتشوف يعني مين أقل ضرر، اسرائيل ولا حزب الله؟ تخيلوا انها شافت ان اسرائيل اقل ضرر عليهم من الناس اللي هم من دينهم وبيراعوا ربنا وعندهم فيجن علشان المنطقه دي، لكن مع الاسف مش دي الحقيقه. فرحه الاهالي في ادلب بعد اغتيال الناس اللي هجرهم وقتل اولادهم، بيفرحوا وبيقولوا ولو بعد قهر 14 سنه. خليني اشوف مع حضراتكم الفرحه بتاعتهم، وهرجع اقول لحضراتكم الناس اللي هم بتوع حزب الله دول عملوا فيهم ايه وعملوا في شيوخهم ايه. نشوف الفيديو الاول وارجع اقول لحضراتكم. من حق هدول الناس انهم يفرحوا، من حق هدول الناس انه يعبروا عن شعورهم بالفرحه بعد الانباء المتوارده عن مقتل زعيم حزب الله اللبناني المجرم حسن نصر الله. هدول الناس زي ما شفنا في التقرير قد ايه الناس سعيده بالاغتيال اللي حصل. تقريبا 100 اكثر من 100 الف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من الغارات، بما فيهم اصحاب مقوله سنخوض البحر معك يا سيد. بحر ايه بقى؟ سببوا ازدحام مروري كبير طبعا في جنوب لبنان بعد ان تركوا حسن نصر الله يغرق وحيدا. معانا فيديو للنزوح، يعني ممكن نكمل اخبارنا على كده. تاريخ حزب الله معايا فيديو، هو ابيض واسود، انا يعني مش هعرض منه كتير لان الجرائم اللي عملها حزب الله في الشعب الفلسطيني وجهين لعملة واحدة، نفس اللي عملته حماس فيهم وإسرائيل. أنا حاطة الاتنين في كفة واحدة، لأن الاتنين ملهمش يعني اللي اتعمل فيهم في فلسطين منهم فيهم من حماس اللي هم رافعينهم دول. تاريخ حزب الله وجرائمه ضد الفلسطينيين الذي يدعي المقاومة اليوم في زي ما حضراتكم تسجيل نادر من شيعة جنوب لبنان بيستقبلوا جيش الاحتلال الإسرائيلي بالورود سنة 1982. شنت بعدها حركة أمل اللي هي حزب الله لاحقا حرب على المخيمات الفلسطينية وقتلوا 5000 فلسطيني. لا ومش كده وبس، واغتصبوا 25 امرأة فلسطينية
بعد أن هدموا بيوتهم. مجرمين حرب، مفيش في قلبهم لا رحمة ولا شفقة، كذابين. يعني كفاية كده، كفاية في الفيديو ده. طيب مين هيكون بعد حسن نصر الله؟ يعني في اسمين طالعين على الساحة، نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وده يعني شو، لا مش ده، ده هاشم صفي الدين. حسب نصر الله، هاشم صفي الدين اللي شفنا صورته ده دلوقتي ممكن يكون بداله. بيقال انه يشبه حسن نصر الله في حاجات كتير، وابن خالته وبنته متجوزه معرفش ابن مين، وقرابات كده كتير يعني زيتهم في دقيقهم يعني. بس لحد دلوقتي، لحد حلقتي دلوقتي، لحد ما انا مع حضراتكم، والله اعلم برضه هما جوه كده اختاروا مين، لسه مش عارفين. هل هما سرعان ما يرتبوا صفوفهم تاني ويقفوا على رجليهم، ولا كسروا الارجل زي ما بيقولوا؟ ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه. خليني اشوف مع حضراتكم يطلع مين، هاشم صفي الدين، ونرجع نكمل كلام. اتفضل. من هو خليفة حسن نصر الله؟ لعل أكثر اسم تردد كأبرز المرشحين لمنصب الأمين العام في حال غياب زعيمه الحالي هو هاشم صفي الدين. وحتى ألدغ هو كمان في الره زي حسن نصر الله، يعني يمكن يكونوا عشان كده بيختاروه، مش عارف. anyway هنشوف الفترة اللي جاية مين اللي هياخد المكان ده. بس في حاجة، الشخصية اللي جبتها لحضراتكم من شوية وقالت ان اكتب يا حسن نصر الله وصيتك، هو طلع واتكلم عن شخصية هاشم ده بانه شخص متعطش للدماء، وانه شخص اشرس من حسن نصر الله، وانه شخص مش هيسكت. هو كمان قال كده، وبالتالي برضو اسرائيل مش هتسكت، فهنفضل بقى رايحين جايين. يعني ده قريب برضو، يعني كان معاهم واكلين عيش وملح مع بعض، ومموتين ناس مع بعض، وسارقين بلاد مع بعض، ونهبين خيرات دول مع بعض. ده اللي هيبان. عشان بس انا نسيت اقول لحضراتكم عملوا ايه في الشيوخ وقت ما كانوا في سوريا. كان فيديو انا بصراحه ما رضيتش اجيبه ابدا لانه بشع. الولاد بيشدوا دقن الشيوخ ويطلعوا شعر في ايديهم. ايه الجبروت اللي انتوا فيه، والوحاشه والبشاعه اللي انتوا فيها دي؟ وسعيد قوي وابتسامته يعني ماليه وشه السمح. ايه ده؟ ما انتوا مسلمين زي بعض. ايه بقى؟ ايه؟ يعني بس في ناس بتسال سؤال، هي ايران باعت حزب الله بعد انفراد اسرائيل المسنوده بلا حدود من الولايات المتحده بالحزب وتوجيه اقصى الضربات على الحزب بقياداته ومواقفه؟ حزب الله بيعتبر نفسه حركه مقاومه للاحتلال الاسرائيلي، وجزء من منظومه تقودها ايران. ايران سكتت على مقتل سليماني، واغتيال اهم عالم نووي لديها، واغتيال ضيفها اسماعيل هنيه. فاكرين حضراتكم الفيديو الفكاهي اللي جبته لكم؟ انا يعني يمكن بكره، يمكن بعده، يمكن السنه الجايه، يمكن ما فيش خالص، ويوم ما اتنططوا ضربوا لهم مزرعه دواجن، وبرده اليومين اللي فاتوا ضربوا مواشي، ما اعرفش ايه حكايتهم مع الحيوانات والطيور، ده اخرهم. ها بيضربوا بس فين الاهداف؟ فين؟ معايا صوره لايران، صورة أبيض وأسود، بيقول لك قبل ما تلامس قدماه الأرض كان اليمن سعيدا، بغداد عروسا، دمشق فيحاء، بيروت سويسرا الشرق، الجرثومة التي نزلت على الشرق الأوسط بطائرة فرنسية. ما احنا اللي اديناهم الفرصة برضو، عظمنا وفخمنا وكبرنا، زي ما في حاجات هجيبها لكم كمان شوية. كان في رسائل بيقال انها مشفره من طهران الى واشنطن بتقول اعطوني ما اريد
لأنني سأضمن سلام وأمن إسرائيل. على فكرة التقرير ده من صحيفة أمريكية مش عربية خالص، يعني أنا كان مفروض جبتها لحضراتكم إسماعيل. ده مترجم من عندهم. وإن إيران منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة لم يكن هدفها دعم تحرير فلسطين، افهموا بقى، وإنما أن تكون لاعبا في عملية التفاوض ومرجعا أساسيا في الملف الفلسطيني لخدمة مصالحها إيران، وأن تكون غزة هي المنفذ الثاني لإيران على إسرائيل كوسيلة ضغط والمنفذ الأول على جنوب لبنان، ويكون وضع قرار الحرب والسلم في يد المرشد الإيراني. وإيران يعني مش عايزة يعني تتجر للحرب أحبائي زي ما إسرائيل بتسعى لده. إيران تريد أن تضخم نفوذها في المنطقة على حساب الوطن العربي، لأن ما يعانيه حزب الله طوال الفترة القصيرة مؤخرا من ضربات البيجر والأجهزة اللاسلكية واغتيالات قادتها وضرب مواقع ومنصات يشير إلى أن إسرائيل بدأت تمتلك زمام الأمور. إيران لن تتدخل في الحرب أبدا. من يومين كان قبل ما يحصل ده حزب الله كان طلب من إيران أنها تنفذ أي هجوم كده، يعني حاجة تعمل منظر بدل ما شكلها بقى وحش ضد إسرائيل، لكن إيران تحفظت على الخطوة دي. وقال مسؤول إيراني قال لهم ابلغوا حزب الله، يعني قولوا لهم أن التوقيت مش مناسب، يعني سوري احنا مش فاضيين دلوقتي، احنا بننظف دلوقتي، احنا عاملين معاهده، احنا متفقين عليكم عشان نخلص من ده، احنا لينا مصالح تانية وانتوا واقفين في طريقها، هنزحكم من طريقها. ده اللي حصل يا ساده ما بين اليومين اللي فاتوا، ويعلم اللي جاي ايه. الفترة اللي جاية صعبة جدا، محتاجين صلاة ان الرب يوضع سلام في المنطقة دي. الشر باين جدا فيها، وواضح جدا ان المنطقة دي مش هتشوف خير الفترة اللي جاية. مش عارفة اقول لكم ايه، بس حقيقي بجد الفترة دي صعبة جدا جدا جدا. يعني الراجل اللي طلع وقال اكتب وصيتك، هو اللي قال هنضرب الحسين، هو اللي قال مين جاي، هو اللي طلع النهاردة مع قناة العربية، هو واضح بقى انه ايه، تعال انت بقى قول لنا هنشوف ايه اليوم اللي جاية، ايه الطالع للمنطقة الشرق الاوسط، فهو عارف بيعمل ايه. هختم فقرتي مع اسرائيل بفيديو فكاهي. الناس عارفة حوالينا او الناس اللي هي بتوع السوشيال ميديا يعني عارفين الوضع شكله ايه. خلينا نشوف مع حضراتكم الفيديو الفكاهي ده نختم بيه الفقرة دي. اتفضلوا. Yeah. Israel and Russia? You came to the right show, sir. What brings you to Sofia? يعني هو شايف انه قاعد وسايب كرسيين جنبه، فبيقول له انت يعني الناس خايفه عشان انت بتقول بيحبوك، لا الناس خايفه وبعدك، وبعدين انت شايف ان انت زي ما بيقول الكتاب زمان ان الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي وهاخد كل الحته دي، فهو الحته دي بتاعته والحته اللي حواليها بيحاول ياخدها بتبقى بتاعته، وما اعرفش هو هيطلع لحد فين.